استطلاعات للرأي حكومية ومستقلة في الشهر الأخير تراجع شعبية الرئيس المصري محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل ما بين 28% ل 35%، وذلك بالتوازي مع تراجع نسبة الثقة في كل الأطراف السياسية المتنافسة على الحكم. فقد ظهر أن تأييد الدكتور مرسي يبلغ 35% في الاستطلاع الذي أجراه مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بينما بلغ 32% في الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي عام بصيرة، وهو مركز خاص ومستقل، 28% في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة الزغبي، وهي أيضا مؤسسة مستقلة. فيما يخص إمكانية إعادة انتخاب الدكتور مرسي، قال مركز بصيرة أن 25% سيعيدون انتخاب الدكتور مرسي، مقابل 62% لن ينتخبوه، و 13% سيتخذون قرارهم حسب المتنافسين مع الدكتور مرسي. كما أن استطلاعا للرأي أجراه مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أي مركز حكومي أظهر أن 65% من المستطلع آرائهم غير راضين عن أداء حكومة الدكتور قنديل، وذلك مقابل 35% راضين عن أداء الحكومة. فيما يخص شعبية